إخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو، إن شاء الله فيديو جديد، إن شاء الله اللي غنعطي فيه بعض المعلومات اللي غتفيدكم بزاف. ومن بعد كلشي اللي غادي تنبغي نبارك لكم عواشر، يعني عواشر مباركة ورمضان كريم، الله يجعل أيامكم ديما أعياد إن شاء الله بإذن الله. وفي هذه الأواخر ديال رمضان الله ييسر الجميع، الله ييسر الجميع يا رب، الله ييسر الجميع. بالنسبة للميساج اللي بغيت نقول في هذا الفيديو هو الناس اللي باغا تعلم، الناس اللي باغا تعلم ورقة، يعني ماشي يجلسوا حتى تيقرب مثلا شعبان ورمضان، يعني عواشر أكثر هي تيبغي تعلم على أساس باش يتحرك. مثلا ربما كاين اللي تيبغي يترزق الله في داك العواشر، وكاين اللي تيبغي يصاوب لدارو. بالنسبة للرجال العيالات، يعني أي واحد ميساج لأي واحد باغي يتعلم، هذه هي الفرصة أنك تعلم. يعني عندك تقريبا عندك العام فيه 12 شهر، يعني عندك 10 شهور انك تتعلم ان شاء الله. تبدا من دابا العام الجاي ان شاء الله، يعني رمضان الجاي يلقاك تعلمت وتمكنتي من الورقه. ما تجلسش حتى تبقى ديك حتى توصل، يعني اكثر يا تجلس حتى تقرب شعبان ورمضان عاد تيقول ورا تعلم الورقه. انا تعلم ربما كما قلت، ربما تبغي ترزق على الله، تبغي ترزق الله، ولا ربما تبغي يعني تصاوب الدار، ولا يعني بدا دابا، هذه هي الوقيته. يعني في هاد الاخر ديال رمضان، رمضان ان شاء الله غيخرج، يعني غيسهل ان شاء الله. وبدا دير النفس، اجتهد. وبالنسبه للناس اللي باغا تعلم، الاحسن بدا في الورقه الصغيره هكا، في الطاوه صغيره الاحسن ديال 25، يعني تجيك ساهل. الا تمكنتي من الصغيره راه كذلك حتى الكبيره تجيك ساهل. والشداد العجينه هي اهم حاجه، تعلم العجينه، تعلم كيفاش تعجن. والممارسه كما الممارسه كما ديما تنقول اليوم غدا اليوم غدا ان شاء الله تمكن منها. الله ييسر الجميع، الله ييسر الجميع يا رب. ويعني اي واحد عنده شي تساؤل، شي يعني توضيحات كاملين كاينين في الفيديو اللي عندي في القناه. والله ييسر كما قلت لكم، الله ييسر الجميع. واي واحد عنده شي تساؤل شي كده يخلي لنا في التعليق ان شاء الله، ونجاوبه ولا نديرو فيديو نشرحوا فيه التساؤل ديالو. والله يسخر. تنتمنى ان شاء الله تدعمونا بالاشتراك في القناه، نوصلوا ان شاء الله ل 1000 مشترك، وبالبارطاج. والله ييسر الجميع، وشكرا لكم. الله ييسر، الله ييسر. عواشر مباركه وعيد مبارك سعيد ان شاء الله، الله يجعل ايامكم كلها اعياد. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله.